لك يا مريم؟ ونحن أيضا أسعد وسعيدة بوجودي مع أصدقائي وأعترف بمجهوداتهم، فلولاهم لما وصلت إلى هذا المقام وما كنت بطل تحدي القراءة العربي. أصوت شوية. ومن خلال قراءتي استطعت أن أتغلب على الجهل والبلادة والتفاهة، وبدأت أفهم مجموعة من الأشياء، وأيضا تعرفت على مجموعة من الأشياء والشخصيات، وأيضا بدأت أفهم الواقع بشكل أفضل. جميع الأطفال ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.